مؤتمر الا ما كانش برجليه صحاح واقف عليهم وباب التنظيمات اللي غادي يكونوا داخل الهيكل الحركيات غادي نبقاو دائما في نفس الكلام. إذن البناء يتم من التحت، راه ما تبداش من الفوق. علينا ان نفكر بشكل جدي في يعني تنظيم الاقاليم والجهات بواحد الشكل اللي غادي يعطي فعلا وغادي يفرز فعلا يعني النساء شابات قادرين على العطاء السياسي. هذه الجلسه بعد ما كنا درنا جلسه اولى اللي انتخبنا فيها عضوات اللجنه التحضيريه وعضوات اللجنه الفرعيه ومشاو كيشتغلوا لمده 3 اشهر، دابا اجتمعنا باش كل الاخوات وكاع اللجان يجيبوا المخرجات ديالهم، يجيبوا النتائج ديالهم، غادي يقدموهم هنا في اطار هذه اللجنه الموسعه، غادي يناقشوهم وغادي يتم التصويت عليهم باش هاد الورقات هما اللي غادي ندخلوا بهم المؤتمر الوطني الخامس لمنظمه نساء الحركيات اواخر نوفمبر ان شاء الله. لاحظنا بانه هناك انخراط قوي ديال جميع المناضلات، جميع العضوات ديال اللجان اشتغلوا على عده مواضيع، وانا جد سعيده لان هذه المحطه كتزامن مع يعني المشاريع اللي انخرط فيها المغرب تحت يعني الرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله اللي كي يشرف عليها، مثلا مدونه الاسره، مثلا الحمايه الاجتماعيه، مثلا التضامن بين جميع الفئات وفي كل الازمات. هذه كلها مواضيع كان فيها نقاش، وان شاء الله مني غادي ننتخبوا مكتب جديد غادي نخاطوا في هذه الديناميه بكل جديه. اليوم كنتواجدوا في المقر ديال الحركه الشعبيه بالمناسبه ديال اجتماع اللجنه التحضيريه للمؤتمر الخامس لنساء الحركيات، والمؤتمر اللي غادي يكون ان شاء الله نهار 17 نوفمبر الجاي. وهذا الاجتماع فرصة لتقديم والتصويت ومناقشة كل ما دار في اللجان ديال اللجنة التحضيرية، وكنتمناو خير ان شاء الله. وما تيتغيبوش بزاف